أهلا بكم، وهذه 9 مساء بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأبرز العناوين: مقتل 3 جنود أمريكيين قرب الحدود السورية، وبايدن يتعهد بالرد المناسب. بعد أنباء عن إبطاء إرسال قذائف مدفعية لإسرائيل، واشنطن تنفي تغيير سياستها تجاه تل أبيب. من الجزائر، البرهان يؤكد أهمية حل الأزمة السودانية بطريقة سلمية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا. نقل بيان للبيت الأبيض عن بايدن تعهداته بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي يختارها. أضاف أنه لا تزال السلطات الأمريكية تجمع المعلومات حول الحادث، ولكنه يعتقد أنه من تنفيذ مجموعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق. وكان البيت الأبيض ذكر أنه أطلع الرئيس بايدن على تفاصيل الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن المصابين من القوات الأمريكية يخضعون لمراقبة صحية دقيقة خوفا من الإصابات الدماغية المحتملة، وأشاروا إلى أن عددهم ما بلغ 34 عسكريا يخضعون للمتابعة للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ إثر الهجوم. من ناحية أخرى، أكد الأردن أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المبيدين أن الضربات التي استهدفت قاعدة التنف ونفذتها مجموعات إرهابية ولم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية. أكدت أن التواجد الأمريكي بالقرب من حدود الأردن يأتي في سباق اتفاقية التعاون بين البلدين، والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية.
وللمزيد من المتابعة نتحول إلى هذه الوقفة التحليلية مع آية لطفي. إليك آية. شكرا داليا وخيري، وأهلا بحضراتكم. الآن تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. آية، بعد التحية، تفاصيل أوفى لديك حول هذا البيان الذي خرج من الحكومة الأردنية؟ نعم، تحياتي لك يا آية. حقيقة يعني البيان الأردني أوضح بأن الهجوم الذي وقع صباح اليوم على إحدى القواعد الأمريكية وهي قاعدة السنف المتواجدة جنوبي سوريا وهي بالقرب من الحدود الأردنية السورية. طبعا آية، هذه القاعدة تبعد عن الحدود الأردنية ما يقارب 15 كيلو، بالتالي يعني هي كانت على الجانب السوري. وقع ضحيتها يعني 3 قتلى إلى جانب العديد من الإصابات. أكدت الحكومة الأردنية بأنه لم يكن هناك أي إصابات في صفوف الجيش الأردني. وأوضح البيان أيضا بأن يعني التواجد الأمريكي في تلك المنطقة هو من أجل التعاون بين البلدين، من أجل طبعا زيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية. هذه القاعدة طبعا آية، قاعدة السنف المتواجدة يعني تحديدا في مدينة حمص السورية، تعرضت للعديد من الاستهدافات، ولكن هذه لأول مرة يقع بها قتلى. بالتالي كان هناك العديد من التصريحات، وجاء البيان الأردني من أجل التوضيح بأن الهجوم الذي وقع صباح اليوم يأتي بالقرب من الحدود الأردنية السورية ولم يكن داخل الحد الأردني. طبعا أيضا هذه القاعدة تأتي يعني في مثلث ما بين الأردن وسوريا والعراق، وهي بالقرب من المعبر الحدودي، معبر الوليد الحدودي للعراق وسوريا، ويبعد تقريبا عن هذا الحد 40 كيلومترا. بالتالي هناك ترجيحات بأن يكون يعني هذا الاستهداف كان من الحدود الوليد، لكن البيان الأردني يبين بأنه فعليا لم يكن هناك أي إصابات في الصفوف الأردنية ولم يكن يعني داخل الحد الأردني. وطبعا آية، للأسف يعني في الفترات الماضية فعلا كان هناك استهدافات عديدة على الحدود الأردنية، ولكن استهدافات تأتي من أجل إدخال المواد المخدرة، وأيضا بعد ذلك كان هناك استهدافات أخرى من أجل إدخال بعض الأسلحة وأيضا المواد المتفجرة. الجيت الأردني طبعا أصدر عدة بيانات يؤكد بأن كافة هذه المسيرات هي تابعة لميليشيات إيرانية. بالتالي يعني هناك العديد من الهجومات التي كانت تحدث على الحدود الأردنية، ولكن ما حدث اليوم أو صباح اليوم في القاعدة، قاعدة التنف المتواجدة في حمص جنوب سوريا، يعني كان خارج الحد الأردني ولكن هو بالقرب من الحدود الأردنية السورية. طبعا نحن بانتظار بيان الجيش من أجل التأكيد أيضا أو من أجل يعني إعطاء تفاصيل أكثر حول هذا الهجوم، خاصة بأن الحكومة الأردنية يعني أصدرت بياناتها الأولية بأنه فعليا يعني لم يكن داخل الحد الأردني ولا توجد إصابات في الجيش الأردني، ولكن أيضا هناك استمرارية من القوات المسلحة الأردنية من أجل يعني الحفاظ على حدود الأردن من أي مسيرات أو أي يعني هجوم قد يحدث على أراضي. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا على هذا التوضيح وهذه التفاصيل. الآن كذلك معنا من واشنطن مراسل القاهرة الإخبارية رامي جبر. رامي، بعد التحية، هل كما يبدو من حديث جو بايدن وما ذكره البيت الأبيض أن هذا الهجوم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو الأعنف ربما منذ ما يحدث أو بعد ما حدث منذ 7 أكتوبر؟ مرحبا آية. بالفعل بحسب تصريحات جو بايدن وبحسب تصريحات البنتاغون أيضا، فإن هذا الهجوم ليس فقط هو الأعنف منذ شهور ومنذ أحداث 7 أكتوبر، ولكنه أيضا هو الأول من نوعه. استخدام المسيرات وسقوط 3 جنود أمريكيين قتلى، بالإضافة إلى حوالي 34 مصابا أمريكيا أيضا، هذا كما وصفه البنتاغون تصعيد خطير. وأعتقد أن رد الفعل السريع من الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال البيان الذي بثه البيت الأبيض، والذي يتعهد فيه بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، والذي يتعهد فيه أيضا بأن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد بالطريقة المناسبة وفي الزمان والمكان المناسبين، هذا يعني أننا بصدد تصعيد خطير بالفعل، وبصدد ربما إما عملية أمريكية نوعية تستهدف المجموعات التي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها تابعة لإيران في سوريا والعراق، والتي يتهمها بأنها نفذت هذا الهجوم، رغم أنه يقول أنهم لا يزالون في مرحلة، أو واشنطن لا تزال في مرحلة جمع المعلومات. فإما نحن بصدد عملية نوعية أو بصدد تعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة سواء في العراق أو سوريا أو حتى في الأردن. الأردن لديها 3000 جندي أمريكي حتى الآن موجودون للمشورة، وبناء على اتفاقية
ما بين الولايات المتحدة والأردن. أعتقد أنه سيكون هناك إجراءات أمريكية كثيرة خلال الفترة القادمة لحماية قواتها، خاصة وأن هذا الهجوم يختلف عن الهجمات الأخرى التي وقعت على مصالح أمريكية في سوريا والعراق والتي أسقطت بعض الإصابات الطفيفة، ولكن هذه المرة هناك 3 قتلى وهناك 34 شخصا آخرين إصابتهم خطيرة، وهذا يضع الولايات المتحدة في موقع مسؤولية ويضع الإدارة الأمريكية في موضع اتخاذ قرار مهم وحتمي خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع الإدارة الأمريكية أن ترفع وجهها أمام الأمريكيين وتقول لهم إننا نستطيع حمايتكم في أي مكان. هذه في الحقيقة مسؤولية كبيرة على الإدارة الأمريكية، 3 جنود قتلى ليس بالأمر الهين بالنسبة للولايات المتحدة، ويجب بالفعل أن يكون هناك إجراء بل مجموعة إجراءات حاسمة خلال الفترة. رامي، وهذا يأخذني إلى سؤال آخر، هل كل ما يحدث هو ذريعة مناسبة جدا للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز هذا التواجد الأمريكي في المنطقة كما ذكرت أنت؟ بالتأكيد هي يعني ربما لن يصفها الأمريكيون بأنها ذريعة، ولكنه في النهاية أصبح من الواجب عليهم الآن أن يكونوا موجودين في المنطقة. القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة ربما كثيرة نوعا ما، ولكنها ليست بالكثافة التي كانت عليها من قبل، وهنا أتحدث عن العراق تحديدا. الآن تجري بعض المشاورات والحوارات ما بين عسكريين أمريكيين وعسكريين عراقيين للاتفاق على التعاون الأمني ما بين البلدين والوجود الأمريكي في العراق. أعتقد أن هذا الحادث اليوم يغير ديناميكية هذا الحوار، بعدما كان حوارا ينظر إليه الجانب العراقي بأنه سيؤدي في النهاية إلى انسحاب منظم للقوات الأمريكية من العراق، ربما لا تنظر إليه الولايات المتحدة هذه النظرة حتى قبل هذا الحادث، ولكن أعتقد أن هذا الحادث يعزز النظرة الأمريكية للحوار الأمريكي العراقي، وأنه يجب أن تكون الولايات المتحدة موجودة في الوقت الراهن في العراق وفي سوريا وفي الأردن وحتى في البحر الأحمر في المنطقة المحيطة باليمن والأراضي التي سيطر عليها. وهنا أقول لك وضحت الصورة والإجابة رامي، ربما نعود إليك في وقفات تحليلية لاحقة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مراسلنا رامي جبر، شكرا على هذه التفاصيل والمعلومات. كذلك ينضم إلينا من واشنطن هينو كلانك مساعد نائب وزير دفاع الولايات المتحدة السابق. سيد هينو أهلا وسهلا. جو بايدن يتحدث عن هذا الهجوم ويتعهد بالرد عما حدث، ما المتوقع من رد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، إن لدينا تعليقات ولدينا تقارير بما أن هنالك تفيد بأن وجود 3 قتلى بين صفوف الجيش الأمريكي من خلال ما يحدث الآن في العبور في الحدود السورية والحدود الأردنية. نحن الآن نقوم بإعادة الوجود بالمنطقة حتى بالنسبة ما حدث الآن في 7 من أكتوبر في المنطقة الشرق الأوسط مع هجمته حماس تجاه الجيش الإسرائيلي، ونحن الآن نسعى إلى حفظ ونحافظ على السلام في المنطقة، وأنه لا يمكن بأن نخسر جنود أمريكيين بوعد الذي وعدناه لأهالي. هذا معناه أنك تتحدث عن تعزيز للوجود الأمريكي في المنطقة خلال الفترة القادمة. القوات الأمريكية وهي الآن متواجدة بعدد أو بآخر، هذا طبيعي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بوضع جنود أو قوات عسكرية أمريكية في المنطقة، هو أمر طبيعي وشائع، ولكن هذا الوضع ما يحدث الآن تصعيد ما حدث من الجانب الإيراني وجانب حماس وجانب حزب الله، فبالتالي نحن نقوم بما حدث أيضا من الهجمات في العراق. القوات الأمريكية موجودة منذ وقت طويل في المنطقة، وهي بالنسبة للدول المحالفة لنا في المنطقة. بما أنك تحدثت عن إيران، إذا كان الرئيس الأمريكي بنفسه قال أنه لا يوجد حتى الآن تفاصيل كاملة وملابسات كاملة عما حدث، فلماذا سارع باتهام إيران فوراً؟
نعم، هي الأمر له صلة وشكل وثيق بما حدث بالصراعات المتواجدة الآن بالمنطقة والشرق الأوسط، ووجود إيران، وجود حماس، وجود حزب الله. ما لقد حدثت اندلاعات في الشرق الأوسط وهذه المنطقة. أنا أقول أن إيران وهذه الجماعات هي من أشعلت الفتيل الحرب وقامت بوضع النار بجوار البنزين. كنت معنا من واشنطن هينوك لانك، مساعد نائب وزير دفاع الولايات المتحدة السابق، شكرا لك على هذه المداخلة. كذلك ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان محمد حسن التل، مستشار رئيس الوزراء الأردني. سيادة المستشار، أهلا وسهلا، تعقيب منك بداية وتوضيح لما حدث بعد ما خرج هذا البيان من الحكومة الأردنية. مساء الخير. أهلا وسهلا. ما حدث اليوم على الحدود السورية الأردنية العراقية، هذا المثلث الحدود المشترك، يشير إلى خطورة الأوضاع التي وصلت إليها المنطقة ووصولها إلى درجة ممكن أن تنفجر بأي لحظة، ليس فقط لما يحدث في غزة، ولكن لموقف إيران الذي يستغل الظروف المضطربة في هذه المنطقة ليحاول أن يفرض شروطه الذاتية من خلال أذرعته في الدول العربية. للأسف الحادث، الأردن مصر على أن هذا الحادث وقع خارج حدوده في قاعدة النتف الأمريكية، وهذه النقطة كما نعلم قريبة جدا ملاصقة للحدود الأردنية. لكن تصريحات الأمريكي من واشنطن تؤكد أن هناك تجمع للجنود الأمريكيين داخل الحدود الأردنية، موقع لوجستي، يعني تقديم الأمور اللوجستية، هو الذي أصيب في الحادث. هذا تطور خطير جدا، سواء إذا كان الحادث على الأرض الأردنية، بالنسبة لنا في الأردن هذا محاولة جرنا وسحبنا إلى 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 إلى, إلى معركة حقيقية. الأردن يعاني على حدود الشمالية الشرقية منذ سنوات كما تعلمون من الميليشيات الموالية لإيران، وبات معروفا أن الجيش الأردني يخوض معارك شبه يومية مع هذه الميليشيات التي تحاول أن تهرب السلاح والمخدرات إلى داخل الأردن لعبورها إلى دول عربية أخرى. وحقيقة الملك حذر أكثر من مرة من الاضطرابات الموجودة في هذه المنطقة وضرورة محاصرتها بأسرع وقت. لكن للأسف الشديد أن طهران من خلال أذرعتها في هذه في 4-5 دول عربية تحاول إشاعة الفوضى، وتحاول ونحن نعلم أنها تحاول أن تكيس سياسيا على حساب الاستقرار في الدول العربية. وهذا الحد اليوم خصوصا بعد ما تأكدنا أن ما يسمى بالمقاومة الإسلامية المدعومة من إيران هي أعلنت مسؤوليتها الحادث، يؤكد هذا القول أن إيران تضغط تجعل من الدول العربية ساحة حرب لتنجز سياسيا وتنجز مفاوضاتها مع الأمريكيين بخصوص ملفاتها النووية والحصار وكل ما يتعلق في الملف الإيراني الأمريكي. طيب سيادة المستشار، ما هو هنا الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي يتعهد برد قوي عما حدث، وتذهب كذلك التحليلات إلى تعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة وأشياء من هذا القبيل، كيف تتوقعون أن يكون الرد؟ يعني هو الأمريكان بيحاولوا أن لا يدخلوا في حرب مفتوحة في المنطقة مع إيران، ويحاولوا أن تبقى الجبهات هذه المشتعلة في حدودها الطبيعية، خصوصا على الواجهة حزب الله الحدود الشمالية أو الجنوبية للجنوب اللبناني، وكذلك تريد أن تسيطر على ما يحدث في العراق ومن يحاول أن يستهدف قواتها في المنطقة. أنا بعتقد أنه أمريكا لن يكون ردها عنيف بشكل يؤدي إلى اشتعال حرب في المنطقة. أمريكا ستقوم بعمل جراحي داخل الحدود العراقية، لأنه الآن ثبت أنه الطائرة المسيرة خرجت من الحدود العراقية، لأن أمريكا الآن مصرة على أن تكون الحرب الجبهات محصورة لعدة أسباب. أول شيء أمريكا مقبلة على انتخابات،
انتخابات رئاسيه كما نعلم في هذا العام، وهذا ما يحدث في المنطقه قطعا سيؤثر على نتائج هذه الانتخابات. اثنين، امريكا معنيه بحمايه يعني قواتها في المنطقه ومعنيه باستقرار المنطقه، استقرار المنطقة لحركة التجارة العالمية وحركة الاستقرار في المنطقة والعالم. يعني الآن الأمريكان بدهم أمامهم مهمتين، أن يحافظوا على استقرار هذه المنطقة، ليحافظوا على مصالحهم، وهذا بالتالي يرتب عليهم أن تكون إجراءاتهم دقيقة ومحصورة ورد فعلهم محصور في المكان والزمان في المكان المناسب. يعني ما بعتقد ان الامريكان سيتوسعوا في ضربات الانتقام لما حدث اليوم على الحدود الاردنيه السوريه. كنت معنا من العاصمه الاردنيه عمان محمد حسن التل، مستشار رئيس الوزراء الاردني، شكرا لك على هذه المداخله. الان نعود مره اخرى الى خيري وداليا لاستكمال باقي ملفات هذه النشره، اليكما. شكرا لك يا ايه. الان نتحول الى تطورات الاوضاع في قطاع غزه. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحادثات التي أجريت بمبادرة من مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف إبرام اتفاق لتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس كانت بناءة، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة. وذكر البيان أن المباحثات عقدت في أوروبا وأن الأطراف المشاركة ستواصل المحادثات في اجتماعات إضافية مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع. نفى البيت الأبيض ما نقلته وسائل إعلام بشأن بحث إبطاء إرسال قذائف مدفعية عيار 155 ملي لإسرائيل، وأكد في الوقت نفسه أنه لا تغيير في سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه تل أبيب. كانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن أن واشنطن تهدف إلى الضغط على حكومة نتنياهو لتقليص الهجوم على قطاع غزة، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تراجع طلبات الأسلحة التي تريدها إسرائيل لاستخدامها في هذا الضغط. تجمع نحو 200 متظاهر من عائلات المحتجزين الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم، وطلب المحتجون منع إدخال المساعدات إلى غزة حتى إطلاق سراح المحتجزين من ذويهم. وأوضحت هيئة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية كوجات أن التظاهرات منعت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى جنوب قطاع غزة من العبور إلى القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 جنود من معارك قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وقال جيش الاحتلال إن 397 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصاباتهم بمعارك في قطاع غزة، 39 منهم في حالة خطيرة. وأكد أن 2765 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية هذه الحرب في غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء العملية البرية. وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة بالهجوم الانتقامي، واعتبر وقف تمويل الأونروا بالخطير، مطالبا بالتراجع عنه حيث تسهم الوكالة في إغاثة 1.7 مليون فلسطيني. إن هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة ويجب أن يتوقف. إن تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، في الوقت الذي فيه قالت المحكمة، محكمة العدل الدولية، بأن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة، والأنروا تساهم في إغاثة
حوالي 1.7 مليون إنسان هناك. إن الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الأنروا هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم والتي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل. من جانبه حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لحملة التحريض ضد الأونروا، وشدد على أن هذه الحملة الممنهجة والتي تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائيا على دور الوكالة، وأعرب عن استغرابه من قرار بعض الدول الغربية تعليق تمويلها للأونروا في هذه المرحلة الخطيرة على أساس اتهامات مرسلة. كما أضاف أن هذا الموقف يعكس نية إسرائيل تصفية عمل الوكالة التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازارني. وقال شكري إنه من غير المقبول تعليق بعض الدول تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، وصفا ذلك بأنه عقاب جماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وجميع العاملين في الوكالة. من جانب عرب فيليب لازارني عن تقديره البالغ للدور الهام والحيوي الذي تطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكان وزير الخارجية المصري أكد أنه لا يجب أن يكون هناك استباق بالإدانة للعاملين بالأونروا، وأشار في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان إلى أن الأونروا توفر خدمات ضرورية للفلسطينيين. إذا ثبتت هذه التهم فاتخذت الأونروا إجراءات لحين التحقيق، ولكن المبادئ التي تقتضي أن هناك اتهام فيجب أن يكون هناك تحقيق ولا يكون هناك استباق للإدانة إلا عندما يأتي التحقيق ويؤكد الاتهام. هذه الوكالة هي مسؤولة عن ليس فقط المدنيين وتوفير الخدمات في غزة تحت ظروف صعبة جدا، ومن 120 من الموظفين الذين لقوا مصرعهم وهم يقدمون هذه الخدمة الجوهرية البديل عنها ولا يقدمها آخرين. قال وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان إن ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو مخالفة واضحة للقانون الدولي. وشدد بن فرحان على أن إسرائيل يجب أن تتقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني. رفض الجانب الإسرائيلي لحكم المحكمة رفضا كاملا وعدم التجاوب معه هو ما أتى بالوضع الذي نحن فيه الآن الذي نشاهد نقترب من 30,000 مدني قتيل في غزة. السياسة ممنهجة للتجويع وللحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة، كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي. وهنا المجتمع الدولي أمام خيار، هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة، هل يريد أن للسلام مكان؟ إذن لابد أن يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه هذه الأزمة. شنت القوات الأمريكية ضربة جديدة ضد الحوثيين مستهدفة صاروخ مضاد للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر. في الأثناء كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينتها الحربية دايموند تصدت لهجوم بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون. هذا أوضحت أن السفينة استخدمت نظامها الصاروخي سي فايبر لإسقاط الطائرة المسيرة، وأشارت إلى أن الحادثة لم يسفر عن وقوع أي أضرار في السفينة أو إصابات بين طاقمها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بوركينا فاسو ومالي والنيجر يعلنان انسحابهم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. We'll be right back.
أهلا بكم. أعلن المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان أنه تقرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار في مرحلته الثانية، وأضاف أن الحوار سوف يركز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة يتم رفعها عاجلا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. ووجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار من الكيانات والأفراد بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 من فبراير القادم. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطابق الرؤى الجزائرية والسودانية في كثير من الملفات الدولية والإقليمية. وشدد في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في الجزائر أهمية حل النزاع السوداني داخليا بعيدا عن أي تدخلات أجنبية. تتطابق وجهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية، والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر، حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية. من جانبه عبر البرهان عن الترحيب بمشاركة الجزائر في أي مفاوضات لحل الأزمة السودانية، وأكد أهمية حل الأزمة السودانية بطريقة سلمية وأن الإرادة الشعبية الصادقة ستنتصر على المؤامرة. نكرر شكرنا وتقديرنا الكبير جدا وامتنانا لما لمسناه من تفهم لقضايا السودان ومن ترحاب بالمشاركة في تجليله. نحن سعيدين أن الجزائر تكون حاضرة في طاولة أي طاولة للنقاش أو للحوار، إذا كانت طاولة أفريقية أو طاولة عربية فهم نصراء للحق، لذلك نحن نرحب بهم دوما ونريد أن نرى حلول السلمية تسير بصورة جيدة حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة. ميدانياً أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن مدفعية الجيش السوداني قصفت من قاعدة وادي سيدنا أم درمان مواقع الميليشيا الدعم السريع جنوب شرق الخرطوم. هذا وقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أن الجيش وسع نطاق عملياته البرية وعزز مواقع سيطرته في كافة محاور القتال بالعاصمة الخرطوم. أضاف المتحدث أن الجيش كبد ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في محور بحري بمنطقة كدرو ومحور أم درمان القديمة. ذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس أنها لم تتلقى أي إخطار من النيجر ومالي وبوركينا فاسو بالانسحاب من المجموعة. وكانت الدول الثلاث أعلنت في بيان مشترك الانسحاب من إيكواس بدعوى فشلها في مساعدتهم في الحرب ضد الإرهاب. نتحمل نحن قيادات الدول الثلاث المسؤولية الكاملة أمام التاريخ بالانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. بعد 49 عاما تشعر شعوبنا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بخيبة أمل كبيرة من المنظمة بدلا من ضمان الرفاهية لهم. لقد فشلت الإيكواس في مساعدة الدول الثلاث خلال حربهم الوجودية ضد الإرهاب وانعدام الأمن، وتبنت موقفا غير مقبول بفرض العقوبات عليهم.
طالب قائد البحرية الأوكرانية بريطانيا والدول الغربية الأخرى بأن تسمح لبلاده باستخدام أسلحتها ضد أهداف في العمق الروسي. وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الموافقة على هذه الخطوة ستمكن كييف من تحقيق النصر في عملياتها العسكرية مع موسكو بشكل أسرع. كما أوضح قائد البحرية الأوكرانية أن مسار الصراع برمته كان سيختلف بشكل كامل في حال كان قد سمح للقوات الأوكرانية باستخدام الذخائر الغربية دون قيود منذ البداية. شنت القوات الروسية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت بنية تحتية مدنية وحيوية في أنحاء أوكرانيا، هذا ما أفادت به القوات الأوكرانية، مضيفة أن المعلومات الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أو مصابين جراء هذه الهجمات. هذا وقال حاكم منطقة بلنتافا أن روسيا هاجمت المنطقة بصاروخين باليستيين من منظومة إسكندر، كما أطلقت 3 صواريخ أرض جو على منطقة دونيتسك في الشرق. أعلن حاكم منطقة زابوروجيا أيضا أن موقعا للبنية التحتية تعرض للقصف في هجوم بطائرة مسيرة، هذا وقد دمرت الأنظمة الدفاعية 4 طائرات مسيرة من أصل 8 أطلقتها روسيا. أعلنت الداخلية التركية مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول. وأفاد مراسلنا بأن شخصان ملثمان نفذا الهجوم أثناء فعالية دينية في كنيسة سانتا مارينا. هذا وبدأت السلطات التركية تحقيقا حول ملابسات الحادث ولملاحقة المنفذين. ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة كانروغا وعدة مناطق أخرى. وفقا لتقارير إدارة شرطة مدينة طوكيو لم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية حتى الآن. أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه لم يتم إصدار تحذير بشأن احتمالية حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء هذا الزلزال. في أخبار الاقتصاد، تجاوزت إيرادات العراق من صادرات النفط 8 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، وصدرت العراق الشهر الماضي نحو 108,056,000 برميل من النفط الخام. قال كلاش كروت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك يحتاج إلى التأكد من تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو قبل أن يخفض أسعار الفائدة. أضاف كنوت أن هناك احتمالات جيدة الآن على عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% في عام 2025. قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إن الحكومة تدرس تقديم المزيد من الدعم للمزارعين في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه المزارعون احتجاجاتهم في أنحاء البلاد للمطالبة بتحسين الأجور وظروف المعيشة، وذلك بالرغم من تراجع الحكومة عن خطط لخفض الدعم تدريجيا للديزل الزراعي والإعلان أيضا عن خطوات أخرى لتقليل الضغوط المالية والإدارية التي يواجهها المزارعون. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز إرجاء إنشاء خط أنابيب الغاز باور وستيبيريا 2 والذي تعتزم روسيا مده للصين بعد أن كان متوقعا بدء العمل فيه خلال العام الجاري. نقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس وزراء منغوليا قوله إن بكين وموسكو لم تتفق بعد على تفاصيل رئيسية للمشروع، مشيرا إلى أن أسعار الغاز العالمية غير من المسبوقة خلال العامين الماضيين عقدت المحادثات.
كشف موقع ولي أوفيس عن تسريح أكثر من 24 ألف شخص من عملهم في قطاع التكنولوجيا منذ بداية العام الجاري. وتتواصل عملية تسريح العمالة في شركات التكنولوجيا والتي تصاعدت وتيرتها على نحو كبير خلال العام الماضي في ظل التركيز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. قال صحيفة وول ستريت جورنال إنه من المتوقع أن تمنح إدارة الرئيس جو بايدن مليارات الدولارات من الإعانات في الأسابيع المقبلة الكبرى لكبرى شركات أشباه المواصلات، وتعد المنحة جزءا من قانون تصنيع الرقائق الذي يهدف إلى إعادة شركات صناعة الرقائق إلى كنف الولايات المتحدة ومواجهة الصناعة المتنامية في الصين. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بالعناوين: مقتل 3 جنود أمريكيين قرب الحدود السورية وبايدن يتعهد بالرد المناسب. بعد أنباء عن إبطاء إرسال قذائف مدفعية لإسرائيل، واشنطن تنفي تغيير سياستها تجاه اللاعبين. من الجزائر، البرهان يؤكد أهمية حل الأزمة السودانية بطريقة سلمية. ختام النشرة، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي، ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الـ QR code الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.